بدي أسأله المشكلة شهادتك أنت مجروحة 100% أنت الـ1000%. خليني أقول لك إنه هو بدأ بعملية ضغوط جدا بعد مباراة الوحدة. في ضغط جماهيري في الاتفاق، ربما من وجهة نظري بالنسبة لملف اللاعبين الأجانب، هذا هو مهم، سؤال مهم، هل هو من مثلا على سبيل المثال اليوم الجمهور الاتفاقي قادر؟ يا أخي على قد فلوسك، يعني أنت لو تجيب إدواردو وتجيب غوميز وتجيب جوفينكو على قد فلوسك، على قد الحافك، ما أدري إيش عليه، إيش اللي ما عليه؟ ما عليه، بس أنت قاعد في المكتب وتحكي إيجابي ما عليه، ما عليه، مد رجولك على قد فلوسك، فلوسك طبعاً ما عليه ما عليه. ولذلك الاتفاق إمكانيات شوبر اللي بإيدك، إمكانيات أفضل من التعاون، إمكانيات أفضل من الفيصلي، إمكانيات أفضل. منين جبت الحكي أنت أفضل؟ أقول لك إياها منين؟ يعني عارف أي متابعة أي راصد بالنسبة للإمكانيات المادية بالنسبة للاتفاق مقارنة بالرائد، مقارنة بالتعاون، مين رئيس مبوحي الفيصلي؟ لا بس سؤال على جوابك، أنا لا أطالب سؤال على جوابي أو جواب على سؤال. أنا لا أطالب الاتفاق أن يكون كالهلال أو كالأهلي أو حتى أنا بدك يعمل التعاون، أنا بدك التعاون الفيصلي، معلش أبو كرم، التعاون الفيصلي الرائد اللي اليوم محقق 26 نقطة، أبها الصاعد حديثا 23 نقطة، هذا لو لا معلش أبو كرم، هذا اللي ودنا حنا أنه تتفق مع إمكانياته. بس شرايك بلي قال المدرب؟